قوائم او اللوائح او القانون هناك بينص ان انت ممكن يبقى عندك 3 اجانب وواحد اسيوي. الوصل الاماراتي عنده 3 اجانب، 3 برازيليين وواحد اسيوي، واحد من كوريا. فبالتالي هو عنده 4 عناصر اجنبيه، هو فرقه كويسه مش وحشه، لكن خط هجومها اكبر اقوى بكتير جدا من خط دفاعها. عندهم فعاليات وقدرات ومهارات على المستوى الهجومي. طبعا ناخد الخبر ده لانه مهم جدا، وناخد معانا على التليفون العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، يقول لنا صحه الاخبار ايه. مساء الخير يا سياده العميد، وحشني. وانت كمان والله يا كابتن سيد، مساء الفل عليك. اخبارك ايه؟ كله كويس؟ يا رب يا رب يخليك، الحمد لله. طيب عندي خبر دلوقتي بيقول ان احنا الاهلي طبع 60,000 تذكره، هل الخبر ده صحيح ولا لا؟ احنا بنبتدي نتحرك دلوقتي لان خلاص ما بقاش في وقت، انت عارف يا كابتن سيد، خلاص يوم الجمعه الجايه المباراه الاتحاد الافريقي لازم يستلم تذاكره يوم الثلاث طبقا للوايح. يعني بنتحرك على طول دلوقتي. النهارده كان في اجتماع برئاسه نائب رئيس النادي الاستاذ عامر فاروق وعضويه الامين الاستاذ يوسف الدرندلي والاستاذ ابراهيم الصحراوي، وانا بصفتي مدير التنفيذي، عشان خاطر نبدا نجهز. احنا عايزين نعمل استقبال يليق بالنادي الاهلي للفريق الترجي والفريق التوانسه، وانت عارف طبعا احنا الحمد لله رب العالمين علاقه طيبه بيهم جدا، فلازم يبقى لهم استقبال. كابتن خطيب يعني مركز كويس جدا في الموضوع ده ومكلفنا يكون ليهم استقبال زي الوصل، وان شاء الله باذن الله يبقى لهم استقبال. وهي العلاقه بيننا وبينهم ممتازه جدا الحقيقه. الحمد لله رب العالمين. يعني فاحنا بنحاول نتحرك بسرعه، فان شاء الله باذن الله يعني مبدئيا 60,000 تذكره من جميع الفئات. الملعب بتاع ملعب السلام، ملعب برج العرب، ملعب برج العرب سعته 75,000 مقعد، فهو ان شاء الله هنطبع 60,000 طبقا للقواعد مبدئيا، وربنا يسهل. ما حدش عارف لسه، ممكن الامن يزود العدد شويه، فربنا يسهل يعني. اوكي. طب ده يعني ده اقل حاجه والحد الادنى، وممكن يزيد ولا ممكن يبقى في كلام اقل من كده يا استاذ العميد؟ لا ان شاء الله باذن الله، لا ان شاء الله ممكن يزيد يعني، ده الحد الادنى دلوقتي 60,000، لكن ان شاء الله ممكن يزيد باذن الله. طب كلام جميل، كلام جميل. طيب الامور الامنيه في المباراه اللي زي كده، انا الحمد لله ما بقلقش خالص يعني، جمهور الاهلي عارف دوره كويس قوي، وان شاء الله الرحمن يبقى مؤازر، وده المهم جدا ومساند لفرقته، ودي مباراه نهائيه وغايبه البطوله عننا بقالها 5 سنين ان شاء الله الرحمن، فانا مش قلقان خالص يا فندم. ان شاء الله، لا باذن الله كله ان شاء الله في تنسيق كويس، في يعني شركه امن متخصصه بتشارك معانا، في الامن الاداري بتاع النادي موجود الحمد لله، في بقى الامن اللي هو الخاص بالشرطه المصريه، وطبعا احنا برضو كله على درجه عاليه ان شاء الله، عشان اهم حاجه امن وسلامه جماهيرنا. احنا بس بنناشد الجماهير الالتزام باللوائح المنظمه، مش عارف بقى يعني اللوائح المنظمه سواء للاتحاد الدولي او سواء للاتحاد الافريقي، ما نخرجش عن النص في هتافاتنا. جمهورنا بيبقى جميل جدا 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 وهو واقف جنب فرقته، وانت اكتر واحد عارف بيحركوا الجبال بصراحه ربنا طبعا. لكن في حاجات الخروج عن النص شويه احنا بناخد فيها، لا مش عايزينها خالص، مش عايزينها خالص خالص نهائي يعني. لا لازم الناس تبقى عارفه يا كابتن سيد، النادي الاهلي بقى في حته ثانيه خالص، فما تخلوش حد مش عايزين نبص لحد يعني. هو ده اللي انا بتكلم فيه بقى، النادي الاهلي الناس بقى بتبص لنا الحمد لله في مكان ثاني خالص، عايزين بقى هو ده يبقى جمهور النادي الاهلي مع اداره النادي الاهلي مع الاحترافيه اللي احنا شغالين فيها، منظومه مختلفه تماما في حته ثانيه، مش عايز بقى الناس تبص لورا ونقول يعني كل ده. انا اسف كلام صغير جدا، فجمهورنا احنا واثقين فيه 100%، ومتهيألي هم واعيين كويس جدا جدا، وشافوا خلال الفتره اللي فاتت الحمد لله رب العالمين الاداره بتتحرك ازاي، كابتن الخطيب رئيس مجلس الاداره بيتحرك ازاي، والحمد لله يعني انا شايف اللي هو يعني نوعا ما هقول او هدعي ان احنا بنحاول نحافظ على النادي الاهلي وبنجيب حقوق النادي الاهلي في الوقت المناسب بما يتناسب مع النادي الاهلي. ان شاء الله هو دي الانتصارات اللي احنا عايزينها بقى. لا وفي مواقف كمان وفي مباريات او في مرحله خلاص انت بيبقى الدور كل واحد لازم يبقى معروف كويس قوي، دور الجماهير في المباراه ديت من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره، انت بتتكلم في لحظه جول يفرق معايا جدا، جول يخليني اروح للبطوله التاسعه ويخليني اروح لكاس العالم للانديه، ماليش علاقه بقى باي حاجات خارجيه ولا اي مهاترات خارجيه ولا اي حاجه ممكن تكون يعني خارج المدرج يا استاذ العميد. وعايزينها كمان بعد ان شاء الله تخلص وتتم على خير باذن الله لغايه اخر لحظه، سواء في دخول جماهيرنا سواء في خروج جماهيرنا. يعني النادي الاهلي بقى مختلف بقى، النادي الاهلي في 2018 مختلف كل اختلاف كلي وجزئي، والحمد لله على مستوى كره القدم، على مستوى النشاط الرياضي، على مستوى الانشاءات، على مستوى الخدمات، على مستوى كل النادي الاهلي بيختلف. خلونا نروح في حته ثانيه يا كابتن سيد، وخليك متفق معايا لازم جمهورنا كمان برضه يجي معانا في حته ثانيه خالص نتكلم فيها، ده هو ده النادي الاهلي بقى. صحيح. يعني النهارده بتقول النادي الاهلي النهارده كان اول نادي اكثر بطولات في العالم، يمكن الـ4 سنين أو الـ5 سنين اللي فات بقى ريال مدريد هو الاول، فانت النهارده بتتكلم نادي الاهلي ريال مدريد وبرشلونه وانديه عالميه، فجماهيرنا برضو نفس القصه، جماهير الانديه دي ما
ما نخليش حد يبص لنا، يخلينا نبص لورا لحظه واحده بس، احنا عندنا هدف كلنا ماشيين فيه. ولازم نبقى برضو مش عايز اقول حته من الذكاء، جمهور الاهلي واعي جدا وذكي جدا، لكن في وقت من الاوقات لازم تبقى مركز جدا في كل تصرف، لان انت ممكن تلاقي حد بيصطاد حاجه مش في وقتها ولا في نيتك ولا بتاعتك خالص يعني. واحنا بنفضل بدل ما انا يعني بجري بسرعه جدا عشان خاطر النادي الاهلي يحقق الهدف وحقق حلم جماهيرنا وحلم اعضائنا، بتعطلني، مش هقول لك بتوقفني، لكن انت بتعطلني عشان افضل اقول لا ده كويس ولا ده ما كانش مقصود، فما تخلينيش اخش في المعطلات دي خالص، ونبقى كلنا ايد واحده باذن الله، وبنتكاتف كالعاده، وده المعروف عن النادي الاهلي طول عمره من 1907، وجمهورنا بيظهر في الوقت المناسب، وفرقتنا بتظهر في الوقت المناسب، وكل واحد عارف دوره كويس قوي. فان شاء الله باذن الله نعدي مباراه بكره لانها برضو مهمه في البطوله العربيه، وهنبدا على طول فورا هنفتح سيستم الحجز لجماهير النادي الاهلي، وهيبقى في متوفر التذاكر لجماهيرنا ان شاء الله. هندرس برضو يبقى في منافذ مختلفه على مستوى المحافظات، وهندرس ان شاء الله برضو ازاي يبقى التذاكر لجماهير العموميه، وبنشوف مع اللجنه لو احنا امكانيات برضو توفير اتوبيسات لاعضاء الجمعيه العموميه لنقلهم للمباراه دي. احنا عايزينها يبقى مباراه فعلا احتفال، مباراة قوية، مباراة ليها يعني انت عارف كويس قوي اهمية المباراة كابتن سيد اكثر من اي حد. طبعا المباراة هنا حاسمة، حاسمة، مش عايزين نقول لا، المباراة الفريق الترجي فريق قوي طبعا، لكن المباراة هنا حاسمة وقوية، فكل الجهود لازم يعني تتعاون وتتفق مع بعضيها على انهاء هذه المباراة بشكل يليق بفريق النادي الاهلي اللي بيمثل مصر في افريقيا ان شاء الله باذن الله. كلام جميل جدا. طيب خليني اقول لك، يعني انا هنا من يومين، عشان برضو الاهلي دايما رائد في الحاجات اللي زي كده، ولازم الناس تبقى فاهمه كويس قوي، يعني احنا ساعات بيبقى طبعا لنا رده فعل، وساعات بيبقى لنا موقف، وساعات بيبقى لنا طبعا اسلوبنا وتعاملنا، لكن بالاسلوب الراقي والجميل جدا والمحترم لكل الجهات المعنيه او لكل المنظومه. انا من هنا من يومين استاذ العميد وبشاركك في الموضوع ده وشاركني كمان، يمكن قلت سموها مبادره، سموها مد يد، سموها تواجد على قديم الزمن الجميل، احنا عندنا مباراه نهائيه تجمع ما بين الاهلي وما بين الترجي، عايزين نشوف يعني زي ما بنناشد جماهيرنا وبنناشد كل محبي ومساندي النادي الاهلي في كل مكان اللي هيكونوا موجودين في المدرجات او حتى في الشوارع او حتى عبر الشاشات، الناس اللي موجوده من الجماهير الثانيه سواء زملكاوي ولا اسماعيلاوي ولا مصراوي ولا اتحاداوي، ايه المانع ان انت تبقى موجود وسط جماهير النادي الاهلي؟ ايه المانع ان انت تبقى لابس التيشيرت بتاعك زي الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات، ولما تيجي يبقى في مشاركه سواء كانت عربيه ولا افريقيه لاي نادي من اللي ذكرتهم دول، هتلاقي برضو جماهير من النادي الاهلي واحد لابس فانيلته ولابس تيشيرته او لابس او معاه علمه موجود، طالما انت بتتكلم على احتفاليه كبيره تجمع ما بين فريق مصر وفريق افريقيا. استرامي، ما هو ده اللي احنا يعني بنتمناه وبنحلم بيه، ونبعد بقى التعصب، ونبعد يعني نلفظ الاشخاص اللي هي بتعكر الصف العام. يعني انا النهارده عند حضرتك فريق الاهلي النهارده قاعد في نفس الفندق اللي فيه فريق نادي الزمالك، في فريق نادي الاتحاد، في فريق نادي الوسط، الفرق موجوده مع بعضيها، فاذا جماهيرنا برضه لازم تبقى موجوده مع بعض. شجع فريق كلام جميل عايز، ونعيش الكوميديا مع على السوشيال ميديا برضه زي ما احنا عايزين، ولكن في الاخر نخلي الهدف الاحترام، الهدف الاسمي بعد كده هو دي الاحترام، الاحترام. بطوله افريقيا هدفها الدول الافريقيه، البطوله العربيه هدفها المحبه بين الدول العربيه. كلام جميل. فوز المكسب والخساره، اللي بيستعد اللي بيجتهد اللي بيتعب ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه. صحيح. لكن هي والف مبروك ولا ربنا هيكافئه، والف مبروك، الف مبروك، طالما الفير بلاي موجود. صحيح. طالما الناس بتتعب ربنا سبحانه وتعالى بيكرم، وانت اكتر واحد عارف واكتر واحد عشت معانا ظروف صعبه طبعا، وكنا الحمد لله ربنا بيكرمنا في 2013 وفي 2012 في ظل اصعب ظروف حصلت، فهو ده اللي احنا بنتمناه، الناس كلها تتكاتف، ما نبصش ورانا، نحاول نتعاون، نمد ايدينا للناس، طالما كل الناس جايه دي طبيعتنا، دي طبيعه رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، دايما بيبقى عندنا تسامح بس مع حفاظ على حقوق طبعا النادي الاهلي. طبعا واحنا بناخد الاجراءات زي ما انت قلت في الوقت المناسب بالاسلوب اللي بليق للنادي الاهلي طبعا، وبتاريخ الاهلي وبشخصيه الاهلي. اخر سؤال، هل في قرار او في خبر عن مدى او امتى توصل بعثه الترجي التونسي؟ هل هتوصل الاربعاء، هتوصل الخميس؟ هم عاده بيجوا بطياره خاصه، لكن امتى بالظبط؟ في اتصال نائب رئيس النادي التونسي مع نائب رئيس النادي الاهلي الاستاذ عامر فاروق، وان شاء الله بكره باذن الله هيبقى في اتصال على الساعه 12 الظهر او الساعه 1 ظهرا، هيقول لنا كل التفاصيل عن وصول البعثه وعدد البعثه والمرافقين، كل حاجه هنعرفها بكره، واكيد ان شاء الله هيبقى في مكالمه مع حضرتك نقول لها كل التفاصيل باذن الله. تنورنا، شكرا جزيلا لحضرتك سياده العميد محمد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب خدنا منه حاجات كتير جدا، وان في لجنه مكونه من امين
مكونه من نائب رئيس النادي الاستاذ العمري فاروق، وامين الصندوق الاستاذ خالد الدرندلي، وابراهيم المهندس ابراهيم الكفراوي عضو مجلس الاداره، والمدير التنفيذي اللي هو العميد محمد مرجان، كلها لجنه على تنظيم اللقاء المهم والمنتظر بالتاكيد لكل القاره الافريقيه، مباراه الاهلي والترجي. التذاكر